احنا بنشيد بالحوار الوطني اللي بنادى بيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واحنا فعلا في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بنعمل الحوار. احنا أساس التنسيقية الحوار الوطني، بنقعد على دائرة مستديرة بنتناقش وبنوصل لأفضل حلول لأي مشكلة أي قضية بنتناولها. بننزل لكل مواطن، بننزل للفلاح للعامل للدكتور للمهندس لكل الفئات، بنسمع رأيهم والقضايا المهتمين بيها.